زراعة محصول القمح في وادي حضرموت، فإن هذا المحصول يعتبر محصول استراتيجي، وهو ضمن المحاصيل الاستراتيجية الخمسة للجمهورية اليمنية. زراعة القمح توسعت في السنوات الأخيرة نوعا ما عن ما كانت في السابق، ولا توجد مساحات دقيقة، يعني إحصائيات دقيقة على المساحات المزروعة، ولكن نجد من خلال حركة بيع البذور في فرع المؤسسة العامة لأكثار البذور المحسنة في سيئون، نجد أن هناك إقبال شديد من قبل المزارعين على بذور القمح. فقد شهد العام 2015 سحب كبير لجميع البذور الموجودة في مخازن المؤسسة، والتي كانت على النحو التالي: 166 طن بذور صنف كليانسونا، 211 طن بذور صنف غنيمي، 13 طن بذور حضرموت ثلاثة. هذه الكمية كلها نفدت في عام 2015. الحين نزرع القمح البر هذا، اول نيم هو اول يكون نيم حقه الحوت في البر الثقيل يزرعونه فيه الحلبه، وبعدين ثاني هو الحين داري بافتام، هذا داري باسيو، داري الغنيمي يقولون له الغنيمي، والغنيمي هاي يزرع في النطح والبطين، وتالي يشيل الثريا، وبعدين يا الثريا اخر محفر حقه الثريا، اخر محفر حقه لكن الحين مع الديزل المزارعين كلهم الحين يتهززون كذا ماشي، كل واحد بيزرع فزعان من الديزل، والديزل كل سنه هذا الموسم ينقطع علينا، لان تقريبا 6 سنين الحين ونحن على الشكل هذا، كنا احنا نزرع البر يكون الديزل علينا صحيح معاشي ديزل في البلاد، وبعدين الديزل انقطع الديزل معاشي زراعه قاعد، بعدين اصحاب الزراعه يقول لك اكمل عام كان عندنا نزول هناك مع المسؤولين مع علوان مع المزارعين، قالوا انتم بترعون بر وايد، قلنا وفروا لنا الديزل وفروا لنا الحراثات وفروا لنا بس البلاد كلها، قال لكن المسؤولين ما حد قريبك خلاص والعفو منكم. أما في عام 2016 فقد كانت الكميات المنتجة على النحو التالي: 130 طن صنف كليانسونا، 253 طن صنف غنيمي، 50 طن صنف حضرموت ثلاثة. ولا زال التوزيع طبعا بالنسبة للعام الموسم هذا 2016 لا زال التوزيع مستمر، وهناك سحب كبير لهذه البذور، رغم أنه هذه السنة لم يكن هناك دعم من قبل الدولة لهذه البذور. في السنوات الماضية كان الدعم يصل إلى 50%، أي أن كان كيس البذور 40 كيلو يباع ب5000 ريال، أما هذا الموسم هذا العام 2016 فأن كيس بذور القمح وصل إلى 10000 ريال نتيجة لعدم دعمه من قبل الدولة. الحين حتى اليوم أيام الزراعة أصلها برد دورهم عقلة. بالنسبة لتأثير المحروقات على هذا المحصول وبالذات يعني الديزل، طبعا الديزل وأزمة المشتقات النفطية تؤثر على جميع المزارعين وعلى الإنتاج الزراعي بشكل عام، ومن ضمنها محصول القمح، ولكن حسب ملاحظتنا فإن في الموسم الماضي لم يكن هناك تأثير كبير بالنسبة لمحصول القمح. طبعا لا زال بذور القمح توزع على وادي حضرموت وعلى شبوه
وعلى مأرب مناطق زراعة القمح في الجمهورية اليمنية.